مقبلة أيوه وندعمه دعما للدولة المصرية. تمام. ما وقف بجوار الدولة المصرية. سؤالي لحضرتك في دكتور بهاء. الوطن أيوه والمواطن، وإحنا يعني من هذه المنصة أو من هذه النافذة الإعلامية المحترمة أنا بطالبه في أن يواصل المسيرة التي بدأها والتي أدركها جيدا أيوه. كرئيس اللجنة الدستورية التشريعية في ترسيخ والتصميم على إقامة دولة عصرية ديمقراطية حديثة. تمام. سؤالي لحضرتك اتفضل. بيقتضي الدولة الديمقراطية الحديثة أن نكون أمام تفعيل للمادة 5 من الدستور التي تنص على أن الحياة النظام السياسي في مصر بيقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. للسلطة. أيوه. ومن ثم فإن تقوية الأحزاب السياسية في الفترة القادمة هي تقوية وترسيخ لهذا الفكر الذي يسير فيه الرئيس، وهو التأسيس لدولة ديمقراطية. تمام. الأمر الآخر أيضا في هذا المجال أنه يعني الإصلاحات التي تمت في الفترات أو في الولاية الأولى يعني الفترات القادمة سيجني الشعب ثمارها إن شاء الله. ويمكن شاء الله. من ثمار هذه لا 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 وهذا الانحياز من رئيس الجمهورية للضمانات الدستورية العديد من التشريعات الغير مسبوقة في أي برلمان سابق، منها التأمين الصحي، منها قانون الرياضة، منها صحيح. قانون النقابات العمالية، صحيح. منها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي فيه من الضمانات الغير مسبوقة في أي في أعرق الدول الديمقراطية، ومنها المفوضية الهندية والمفوضية جنوب أفريقيا. كل من أجل هذه المعاني السامية ومن أجل استمرار المسيرة إحنا يعني هذا الحديث ليس معناه أننا نقلل أو نصادر على حق أي مواطن يجد في نفسه الكفاءة في أن يترشح. تمام. إنما تلك هي وجهة نظر الشخصية ووجهة نظر الأغلبية المطلقة للهيئة العليا لحزب الوفد في ضرورة مؤازرة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. سؤالي لحضرتك دكتور بهاء، سؤالي لحضرتك، دور الحزب ايه والبرلمان ايضا لتوعية المواطنين للنزول للإدلاء بصوتهم في الانتخابات؟ هتعمل ايه؟ لأن الفترة القادمة ستشهد استقرار سياسي واستقرار أمني واستقرار اقتصادي إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك سمعتني يا دكتور بهاء؟ ألو. الصوت ضعيف شوية بس معلش. كده حضرتك سامعني؟ ايوه سامع. تمام. الدور ايه كحزب وكبرلمان ايضا في توعية المواطن بالنزول للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية؟ الدور الأحزاب ان احنا ان شاء الله تعالى بندعو جميع الوفديين بل وجميع الشعب، وكما قال الرئيس في اجتماعاته الأخيرة قال انزلوا وانتخبوا العظيم تنتخبوه. ايوه صحيح. هذا من زاوية. الزاوية الأخرى في أن الأحزاب لها دور والبرلمان من خلال نوابه الذين وقعوا بتأييده في توقعات تفوق ال 530 او 39 نائبا، ومن خلال الاعلام الوطني في ان يدعو الى ان ينزل المواطن ويدلي بصوته، لان الصوت الانتخابي هو نوع من انواع الشهاده التي يحاسب عليها الانسان امام الله الذي قال لا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أيوه.
ايوه يعني الفتره اللي جايه هيبقى فيه دور مهم من خلال النوافذ الاعلاميه. الاعلاميين سواء الاعلام المكتوب او المسموع او المقروء بندعو القوى السياسيه الجميع بندعو لان ينزل المواطن ليدلي برايه ان شاء الله. لاننا امام انتخابات حره نزيهه بيحكمها هذا القانون اللي صدر في عهد هذا المجلس وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهيئه الوطنيه للانتخابات بضماناتها الغير مسبوقه. اشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور بهاء الدين ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه بالبرلمان. خليني